بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بعدما كنا رأينا في حصتنا الأولى بعض النوشنز الهامة، بعض المفاهيم الهامة حول الإيكونوميكس، بدءا من تعريف الإيكونوميكس في حد ذاتها على أنها ساينس أند آرت إن ذا سيم تايم، أي أنها فن وعلم في نفس الوقت، وأطلقنا عليها كما أطلق عليها سامويلسون تعريف شامل على أنها سوشيال ساينس. سوف نواصل اليوم مع عنصر آخر، مع شابتر آخر سوف نحاول أن نرى فيه the demand and supply in a context of a market economy، أي العرض والطلب في إطار الاقتصاد السوق. إذن هذا عنصر أهم جدا، سوف نتعرف فيه على أهم العمليات التي تسير في الاقتصاد على مستوى السوق، بدءا بتعريف السوق طبعا وكل الفاعلين في هذه العملية، عملية العرض وعملية الطلب. إذن نبدأ بإذن الله our second chapter, demand and supply in a context of a market economy. إذن كما قلت للتو سوف نحاول أن نرى في حصتنا اليوم with this second chapter عمليتين هامتين تدوران في كل اقتصاد موجود، وهو the supply وthe demand، أي العرض والطلب. وهاتين العمليتين هما عمليتين متواجدتين في نفس الوقت ومتكاملتين، وتستوجبان حضور وتفاعل العديد من الفاعلين الاقتصاديين الذين سوف نراهم لاحقا ونرى دور كل واحد منهم. إذن the supply اللي هو العرض والديماند اللي هو الطلب، إذن عمليتين تسيران على المستوى الفردي وعلى المستوى الجامعي في نطاق ما يسمى بالماركت ايكونومي، أي اقتصاد السوق. إذن نبدأ بتعريف السوق إذن، وثم سوف نرى ما هي العلاقة التي تجمع هاتين العمليتين الرئيسيتين في هذا الكونتكست of market economy. إذا تمشينا اليوم سوف يكون إن شاء الله كما يلي: سوف نبدأ بتعريفات الهامة والتي لا نستطيع الحياد عنها لفهم ما يتبقى لنا في هذا الدرس وغيره، so elementary notions. ثم سوف نبدأ بعنصر الديماند إلي عنصر السبلاي، ثم the market demand and supply، أي العرض والطلب على مستوى السوق، معناها على المستوى الجماعي. ثم movement and sheets along supply and demand curves، أي التحركات والتحورات في مستوى منحنى العرض والطلب، وننتهي بالnotion of the equilibrium of the market، أي سوف ننتهي بتعريف توازن السوق. نبدأ إذن بعنصرنا الأول، حيث سوف نرى elementary notions، أي تعريفات أولية وهامة سوف تحوم حول market. سوف نرى ما معنى الماركت، ما معنى the market economy، أي اقتصاد السوق، و what are the types of markets، أنواع السوق المتواجدة. إذن سوف نبدأ على بركة الله بالعنصر الأول، ومن خلاله سوف نحاول أن نتعرف على notion of market، مفهوم السوق، وهي كلمة نتداولها كلنا في حياتنا اليومية العملية وإلا الشخصية، لكن هل نستوعب حقا المعنى الحقيقي والجوانب الكاملة لهذه الكلمة، كلمة market السوق. إذن سوف نبدأ بتعريف الماركت. Market is a place where buyers and sellers can meet to facilitate the exchange or transaction of goods and services. إذن the market السوق هو place، هو مكان يلتقي فيه البايرز الذين هم البائعين والسيلرز الذين هم المشترين، يلتقون to facilitate لتسهيل عملية المبادلة، the exchange هي المبادلة، أو a transaction of goods and services، معناها مبادلة تصير وإلا تداول للسلع the goods and services،
وهنا أعرج على مفهوم رأيناه، كنا قد رأيناه في الحصة الفاردة، وهو مفهوم جد هام، اللي هو أنه the products، المنتوج، ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى goods التي هي السلع، وينقسم إلى services التي هي الخدمات. ما الفرق بين goods والservices؟ goods اللي هي السلع تكون فرع المنتوج الملموس التي نستطيع أن نستوعبه باللمس وإلا بالشم وإلا بالرؤية. إذن it's a tangible, the tangible part of products. بالنسبة للسيرفيسز اللي هي الخدمات، سوف تكون عكس تماما الجودس، حيث ستكون الفرع البرودكتس التي تكون غير ملموسة وغير مرئية، so non-tangible, non-physical product. إذن أعيد، the market is a place where buyers المشترين والبائعين and sellers المشترين can meet to facilitate the exchange or transaction of goods and services. ومن هنا نستطيع أن نستوعب بكل سهولة أن في هذا السوق سوف تدور عمليتين هامتين، وهي عملية الإكسشانج المبادلة أو عملية التداول the transaction بين الجودس والسيرفيسز، وسوف نعود على هاتين العمليتين بأكثر تفاصيل إن شاء الله. الخاصية الثانية للماركت هي أنها مقسومة على إلى جزئين، يستطيع الماركت أن يكون physical ويستطيع أيضا أن يكون virtual. ما معنى physical؟ معناها نذهب إليه على عين المكان، مثلا clothes store، معناها أنا سوف أشتري ملابس، أذهب عمدا وقصدا إلى مكان physical أراه ملموس، له باب وله أركان معناها ملموسة لأشتري حاجتي. النوع الثاني الذي تواجد في هذه السنين الأخيرة مع development of internet هو virtual market. ما معنى virtual market؟ معناها هو سوق لكنه افتراضي، لا نراه، نقوم بالمبادلة أو بالاشتراء بالtransactions في على مستوى افتراضي عن طريق الانترنت. مثلا كنا شفنا المثال متاع الphysical market اللي هو clothes store، أذهب إليه على عين المكان. نفس clothes store يستطيع أن يكون virtual، حيث أنه سيشكل ماركت virtual market، عملية الترانزاكشن معناها البيع والشراء سوف تكون عن طريق الإنترنت like an e-clothes store. So we can say that markets establish the prices of goods and services that are determined by supply and demand. ومن هذا المنطلق ومن هذا الأساس نستطيع أن نقول أن هذا السوق وهو من سيضع الأسعار للجودس معناها السلع ولا للخدمات services، والتي ستتحكم فيها عمليتين أساسيتين، وهي عملية supply التي هي تكون مصاحبة للديماند معناها عمليتي البيع العرض والطلب، التي سوف نعود لاحقا بعد هذه التفسيرات عليها بكل ديتايل. إذن نوصل لنرى متى خلقت هذا، متى خلق هذا التعريف وهذا المفهوم للماركت ايكونوميز أي اقتصاد السوق. نجد أن the theoretical basis for market economies was developed by classical economists، وسبق ورأينا في التعريفات الأربعة الهامة للإيكونوميكس أن هذه التعريفات بدأت في العصر الكلاسيكال إير الكلاسيكي مع الأب الروحي the father of economics الذي هو أدام سميث. إذا نجد أن الأساس النظري لهذه نظرية اقتصاد السوق بدأت مع الاقتصاديين الكلاسيكيين بدءا بأدام سميث طبعا ودافيد ريكاردو وجان باتيست سي، وهذم الاقتصاديين والمدافعين على الفري ماركت، ما يسمى بالفري ماركت، advocates believed that the invisible hand of the profit motive and market incentives generally guided economic decisions down more productive and efficient by the
office than government planning of the economy. ما معنى هذا؟ معنى أن هذا الاقتصاديين الكلاسيكيين على مثال أدم سميث وريكاردو وجان باتيستي دفعوا على أن على معتقد أن السوق الحرة الليبرالية التي سوف أرجع عليها في الإبان أن هذه السوق الليبرالية تحكم بما يسمى بالإنفيزيبل هاند أي اليد الخلفية بدافع الربح وحوافز السوق وقد وجهت القرارات الاقتصادية عموما إلى مسارات أكثر إنتاجية وأكثر فاعلية وكفاءة من النتائج التي نتحصل عليها مع تخطيط حكومي. إذن ما معنى فري ماركت؟ الفري ماركت هو سوق لا يخضع إلى سلطة وتدخل الجوفرمنت معناها الحكومة، بل بالعكس نجد أن الثمن سوف يحدد بطبعه بصفة تلقائية مع تعديلنا للعرض وللطلب. إذن the free market هو a system in which the prices of goods and services are self-regulated بطبعها by buyers بالمشترين والباعة negotiating in an open market والتي تدور هذه العملية الحرة دون تدخل الحكومة تدور في open market أي في سوق مفتوحة وهذه notion very very important في بالنسبة للكلاسيكيين such as Smith and Ricardo and Jean-Baptiste نواصل إذن هذه النظرية نظرية Invisible Hand نظرية هامة جدا أسسها أدم سميث اللي هو أعيد أنه أب الروحي للإيكونوميكس وهو كلاسيكي وحسب هذه الفرضية وهذه النوشن Government Intervention معناها التدخل الحكومي غير ضروري بل أن الماركت السوق سوف يقوم بإيجاد الإكليبريوم معناها الاتزان متاعو بين العرض والطلب وسوف يقوم بتحديد الثمن على أساس هذا الطلب وهذا العرض مغير ما نستحق الانترفنشن معناها التدخل الحكومي. That's why here we have individuals driven by self-interests معناها سوف يتحرك الفاعلين الاقتصاديين بالوازع الشخصي متاعهم وسوف تكون النتيجة أفضل من central planner اللي هو يقصد به لهنا الحكومة. إذن سوف ندقق قليلا في هذا المفهوم الجديد والهام جدا وهو مفهوم The Invisible Hand لصاحبه The Father of Economics أدم سميث الذي سبق وأن رأيناه. إذن This Invisible Hand هي صورة مجازية لوصف الاستعارة لوصف القوى الغير مرئية التي تحرك اقتصاد السوق الحر ومن خلال المصلحة الشخصية الفردية وحرية الانتاج وكذلك الاستهلاك تتحقق المصلحة الفضلة للمجتمع ككل دون الالتجاء إلى تدخل الجوفرمنت الحكومة. So the invisible hand is a metaphor for the unseen forces that move the free market economy and through individual self-interest and freedom of production as well as consumption, the best interests of society as a whole are fulfilled. So, إذن invisible hands التي نتحدث عنها هي جزء من مفهوم آخر يسمى باللغة الفرنسية لسفاخ الذي معناه دعه يعمل دعه يمر الذي هو يمثل جزء من السياسة مفيدة جدا وتستعمل جدا في الإيكونوميكس دعنا نفعل دعه يمر وبعبارة أخرى هذا النهج يرى أن السوق المر
ماركت سوف يجد توازنه دون تدخلات حكومية أو تدخلات أخرى تجبره على اتباع أنماط غير طبيعية. إذن أعيد الفكرة الرئيسية والهامة: The Invisible Hand هو كونسبت مفهوم نابع من مفهوم آخر وهو مفهوم لسيفاخ اللي معناه let go دعه يعمل دعه يمر. وإذا هذا الكل لصاحبه الاسكتلندي الذي ينتمي إلى عصر التنمير والذي يكنى بأب الإيكونوميكس آدم سميث. إذا قدم سميث هذا المفهوم في العديد من كتاباته وخاصة في كتابه تحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم الذي نشره عام 1776 وهو Reference in Economics، وفي نظرية المشاعر الأخلاقية أيضا المنشورة عام 1759. إذا قدم هذا المصطلح ووجد استخدامه بالمعنى الاقتصادي خلال القرن العشرين استعمال لا نستطيع التخلي عنه إلى يومنا هذا. إذا هذه الاستعارة This metaphor of the invisible hand تستخلص فكرتين مهمتين. أولهما أن voluntary traders in a free market produce unintentional and widespread benefits، أي أن التجارة التوعية تنتج في السوق الحرة فوائد غير مقصودة وواسعة النطاق. والفكرة الثانية هي أن these benefits are greater than those of a regulated planet economy، أن الفوائد التي سوف تحصل وتنجم من اقتصاد نطبق فيه مفهوم invisible hand سوف يكون فيه فوائد أكبر من ذلك الاقتصاد الذي يتمتع بالتنظيم والتخطيط من قبل الgovernment. إذن هنا هذه نقطة هامة جدا، وفي هذا السياق هذا المنهج سوف يخول لنا الوصول إلى الإكليبريوم إلى التوازن الذي سوف نرجع إليه في العنصر الأخير من درسنا اليوم دون الرجوع ودون الالتجاء إلى تدخل الجوفرمنت الحكومة أو other intervention forcing it into unnatural patterns ما غير تدخل حتى قوة أخرى. إذن المفيد أن عندما نطبق هذا المفهوم وهذه السياسة سياسة The Invisible Hand اليد الخفية التي نستوحاها من سياسة لوليسافير دعه يعمل دعه يمر، نستطيع حسب سميث ومؤيدي فكره أن نصل إلى توازن السوق The Equilibrium of the Market دون اللجوء ودون استحقاق دخل من طرف الجوفرمنت من طرف الحكومة. إذن لننظر عن قرب إلى ماهية هذا الماركت إيكونومي أي اقتصاد السوق الحر. إذن the market economy is an economic system in which economic decisions and the pricing of goods and services are guided by the interactions of a country's individual citizens and businesses. And there may be some government intervention or central planning, but usually this term refers to an economy that is more market oriented in general. أي أن الماركت إيكونومي اقتصاد السوق الحر هذا هو عبارة عن نظام اقتصادي يطبق قرارات اقتصادية تساهم في تحديد موارد الإنتاج والاستهلاك وطبيعة المنافسة بين المنشآت والمستويات الخاصة بالأسعار من خلال الاعتماد على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بالمنشآت والأفراد individual citizens and businesses مما يساهم في تحقيق المصالح الاقتصادية. ومما يجدر ذكره هو أن هذا التاريخ يعود إلى بداية ظهور التجارة بين الناس، إذ ظهرت العديد من الأسواق الحرة بصفتها صورة عن الحياة الاجتماعية. ومع مرور الوقت ظهر مصطلح اقتصاد السوق The Market Economy الذي اعتمد على ركيزتين أساسيتين وهما الملكية الخاصة
والتبادل التجاري. وإذا واضح أن هذا المصطلح الجديد سوف يلاقي ويواجه مقاومة من السلطة المركزية، لأن الاتجاه نحو التخصص في العمل يتناقض مع الطبقات الإقطاعية في أوروبا في ذلك الزمان. وكما يتفق كافة علماء الاقتصاد الحديث بأن اقتصاد السوق The market economy يعد من الأنظمة الاقتصادية ذات الإنتاجية المرتفعة في مختلف قطاعات الإنتاج. So in a market economy, most economic decision making is done through voluntary transactions according to the law of supply and demand. And so في اقتصاد السوق يتم اتخاذ معظم القرارات الاقتصادية من خلال المعاملات الطوعية voluntary transactions وفقا لقوانين العرض والطلب laws of supply and demand. And a market economy gives entrepreneurs the freedom to pursue profit by creating outputs that are more valuable than the inputs they use up and free to fail and go out of business if they do not. أي أن هذا اقتصاد السوق يمنح لرواد الأعمال حرية السعي لتحقيق الربح من خلال إنشاء outputs منتجات أكثر قيمة من المدخلات اللي هي inputs التي يقع استخدامها، وتمنح لهم أيضا حرية الفشل، خوض الفشل والخروج من العمل إذا لم يفعلوا ذلك ولم يحققوا ذلك الربح. So economists broadly agree that market-oriented economies produce better economic outcomes but differ on the precise balance between markets and central planning that is best for a nation's long-term well-being. أي أن الاقتصاديين يتفقوا على نطاق واسع على أن الاقتصادات الموجهة نحو السوق تنتج ولا تؤدي إلى نتائج اقتصادية أفضل، ولكنها تختلف في التوازن this balance في الدقيق بين الأسواق وبين التخطيط المركزي الممثل في الجوفرمنت في الحكومات الأفضل لرفاهية الدولة على المدى الطويل nation long term well-being. And every market transaction involves an exchange and thus some element of both supply and demand. أي أن هذه كل معاملة سوقية تتضمن تبادلا transaction exchange وبالتالي بعض عناصر العرض supply and demand الطلب. إذن the main characteristics of a market economy أهم خصائص وخصوصيات اقتصاد السوق is أول خاصية هي the private property أي الملكية الخاصة، حيث أنه أغلب الخدمات والمنتجات باش تكون ملك القطاع الخاص، مما يساعد المالكين وأصحاب الشركات على إبرام العقود القانونية الخاصة بالتأجير أو بالبيع أو بالشراء، أي أن الأصول المملوكة للأفراد تمنحهم الحق في الحصول على الأرباح بالاعتماد على ملكيتهم لها. ثاني خاصية هي the economic freedom to choose وهي حرية الاختيار، وهي تتضمن وتتمثل في توفير الحرية للمالكين ولأصحاب الشركات لإنتاج البرودكتس يعني باختلاف شكلها goods or services أي السلع وإلا الخدمات، ومن ثم بيعها أو شرائها ضمن السوق الخاص بالمنافسة competition، ولكن يسيطر على هذه الحرية قيدين وهما طبيعة السعر الخاص بشراء أو بيع المنتجات والخدمات، ومن ناحية أخرى القيد الثاني هو كمية رأس المال الخاص بكل صاحب شركة. الخاصية الثالثة هي the motive of self-interest أي الدافع الذاتي نحو تحقيق الفائدة، وهو من الخصائص الأساسية للماركت إيكونومي الاقتصاد السوق الحر، إذ يسعى أصحاب الشركات لبيع منتجاتهم عن طريق طرحها في السوق، وغالبا يتم تنفيذ البيع بعد عقد مفاوضات يسعى من خلالها الأفراد باختلافهم للحصول على المنتجات بأقل الأسعار الممكنة.
إذا the self interest نتاع البروديوسر هو تحقيق أكثر ربح، والسيلف انترست نتاع الكونسيومر هو أنه يشتري أكثر ما يمكن المنتجات بأقل سعر ممكن، ولهذا يبيع أصحاب الشركات معناها لأعلى سعر مطروح في السوق، كما يساهم نظام المفاوضات والمزادات في تقديم فوائد للنظام الاقتصادي، إذ يساعد على تحديد أسعار الخدمات والسلع داخل السوق، ويعطي صورة واقعية عن طبيعة الطلب وطبيعة العرض في أي وقت ممكن. إذا الخاصية الرابعة هي the competition، وهي المنافسة، وهي تتمثل في ظهور تحدي بين الأسعار المنخفضة داخل السوق، وتساهم هذه المنافسة في ضمان توفير الخدمات والسلع التي تتميز بالكفاءة الإنتاجية الإفكاسيتي، وتؤدي زيادة الطلب على هذه المنتوجات إلى زيادة أسعارها بالاعتماد على قانون الطلب، ويحفز هذا الشيء المنافسين لزيادة أرباحهم من خلال الحرص على الاستمرار بالإنتاج الذي يؤدي إلى إضافة هذه المنتجات للعرض، وينتج عن ذلك انخفاض في الأسعار يساهم في بقاء أفضل المنافسين في السوق، وبهذا يكون كلا الطرفين البروديوسر والكونسيومر قد تمكن من تحقيق سالف انترست اللي تابعه، أي الربح الخاص. إذا الخاصية الخامسة هي System of Markets and Prices، وهو نظام أسواق، ولكل سوق سوف يكون هناك أسعار محددة لكل product معروض في ذلك السوق بالذات. وبذكر الماركتس في صيغة الجمع، يجب أن نؤكد على فكرة أن لكل منتوج سوقه الخاص، مثلا the market of shoes، سوق الأحذية، سوف تكون مغايرة لسوق تعرض فيها مثلا الملابس. إذا سوف يكون لدينا N markets، عدد الماركتس سيكون بعدد المنتجات التي لدينا في المعروضة في السوق، ولكل منتج طبعا سوف يكون له مجموعة من الأسعار التي تكون مطروحة في هذا السوق من قبل البروديوسرز المنتجين. وآخر خاصية هي the limited government involvement، أي الدور محدودي الدور الحكومة، وهو يتمثل في عدم وجود أي تأثيرات اقتصادية مباشرة للحكومة في قطاع الأسواق الخاصة باقتصاد السوق the market economy، ولكن يجب أن نحرص على فكرة أن هذه المحدودية في الدور للجوفرمنت لا يعني ذلك أنه لن يكون لدينا دور للحكومة، بالعكس ستبقى الحكومة دائمة الوجود، ولكن الخاصية لهنا اللي سوف يكون دور محدود، وسوف تحرص الحكومات على تطبيق دورها بتوفير الدفاع والحماية لهذه الأسواق، وضمان حصول جميع المستثمرين وأصحاب الشركات الخاصة على فرص متساوية للعمل في السوق. إذا من كل ما رأيناه نستطيع أن نستنتج أن هناك فوائد سوف تكون في هذا الاقتصاد the market economy، كما أنه سوف يكون أيضا هناك نقاط سلبية لهذا السيستم. بالنسبة للفوائد نستطيع أن نلخصها في some points. أول ميزة هي زيادة كفاءة السوق، حيث أن تطور السوق المعتمد على المنافسة بين الشركات المتنوعة سوف يمكننا من زيادة كفاءة هذا السوق، فتسعى كل شركة إلى تقديم كافة الأشياء الضرورية التي تساهم في تعزيز قدرتها على التنافس مع الشركات الأخرى مشابهة لها في مجال العمل. نقطة إيجابية أخرى هي ظهور الكثير من الابتكارات، أي سوف تصبح الشركات تهتم بالابتكار أكثر من التزويد العادي للسوق بمنتجات
مطلوبة. النقطة الثالثة هي جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي نقطة جد هامة، فدور اقتصاد السوق في توفير الفرص للمستثمرين الأجانب خاصة للمشاركة في الأسواق المتنوعة سوف يكون يعني مضمون، مما يؤدي إلى تحقيق الكثير من الأرباح المالية للدول التي تطبق هذا النظام الاقتصادي في بيئة الأعمال الخاصة بها. ورابع أكبر نقطة إيجابية في هذا الماركت إيكونومي هو ظهور مجموعة من السلع المتنوعة، وهي من الفوائد الأساسية لاقتصاد السوق، إذ تساهم في توفير العديد من أنواع المنتوجات الاستهلاكية التي من الممكن أن يشتريها الأفراد مقابل دفع ثمنها. ولكن وجود هذه النقط الإيجابية سوف لن يغطي على وجود عيوب في هذا السيستم of market economy، حيث يعاني اقتصاد السوق الحر من عيوب تؤثر عليه بشكل سلبي، ومن بين هذه العيوب غياب أولويات الاستثمار، وهي من العيوب الرئيسية لاقتصاد السوق، حيث توجه الثروة المالية لتحقيق أعلى كمية من الأرباح وليس للاهتمام بالأشياء التي يحتاجها الأفراد بشكل حقيقي. النقطة السلبية الثانية هي عدم استخدام الطاقة الصناعية، وهي من الآثار السلبية لاقتصاد السوق، إذ تؤدي إلى انتشار الكثير من المنتجات غير المباعة، كما تتوقف العديد من الآلات عن العمل مع ظهور الكثير من الحاجات الضرورية للأفراد. نقطة سلبية أخرى هي تفاقم عدم المساواة الاجتماعية، وهي أيضا من عيوب الاقتصاد هذا اقتصاد السوق، إذ يؤدي ذلك إلى غياب المساواة في العلاقات الاجتماعية، فيصبح الأغنياء أكثر مال بينما يزداد معدل الفقر عند الفقراء، وهذا نشهده في عديد من الدول التي تطبق هذا الماركت إيكونومي. مشكلة أخرى وعيب آخر هو انتشار جرائم الاقتصادية، وهي من السلبيات الكبيرة أيضا لاقتصاد السوق، حيث تؤدي إلى تعزيز محاولات بعض الأشخاص للحصول على المال بطريقة غير شرعية، وخصوصا عندما لا توجد أي وسائل قانونية تساعد في الحصول على المال. إذا نستطيع تلخيص ما رأيناه في الحين بالنسبة لخصائص الماركت إيكونومي اقتصاد السوق الحر في هذه النقاط: أولا، هو أن اقتصاد السوق هو اقتصاد يقود في العرض والطلب القرارات الاقتصادية، so supply and demand drive economic decisions in this market economy. مثال على ذلك the production of goods and services، إنتاج السلع والخدمات، investment أي الاستثمارات، التسعير pricing، distribution أيضا التوزيع، و يشجع هذا اقتصاد السوق المنافسة الحرة competition بين المشاركين في السوق، كما أنه يتمتع بالعديد من المزايا مثل تعزيز الابتكار، التنوع، الاختيار الفردي، إلا أنه أيضا يحتوي على عيوب، مثال ذلك الميل إلى التوزيع غير العادل للثروة، وهي أكبر مشكلة، وظروف العمل السيئة والتدهور البيئي الذي يستطيع أن ينتج عن هذه الصناعات في الماركت ايكونومي. النشاط في اقتصاد السوق سوف يكون غير مخطط له مسبقا، ولا يتم تنظيمه من قبل اي سلطة مركزية، ولكن يتم تحديده من خلال العرض والطلب على السلع والخدمات المختلفة. ومثال للبلدان التي تستعمل هذا الماركت ايكونومي نجد The United States، الولايات المتحدة، انجلترا، اند جابان، اليابان، وكلها امثله على اقتصاديات السوق هذا السوق الحر، والذي تتوفر فيها كل النقاط الايجابيه والسلبيه التي رايناها، وسنعود على ذلك لاحقا بامثله واقعيه ان شاء الله.
إذن الآن نصل إلى عنصر آخر سوف نرى من خلاله ما هي أنواع السوق الموجودة so types of markets، وسوف نرى أن هذا السوق نستطيع تقسيمه إلى ثلاثة مجموعات هامة. أولها هو سوق goods and services أي سوق السلع والخدمات. ثانيا سوف نجد the market of production factors أي سوق عوامل الإنتاج، ونختم بالسوق الثالثة وهي the market of money أي سوق المال. إذن سوف نبدأ بالعنصر الأول وهو the market of goods and services. So the goods and services market is where households purchase consumable items and businesses sell their wares. And the market includes stores, the internet, and any other place where consumer goods and services are exchanged. أي أن سوق السلع والخدمات هذا هو المكان الذي تشتري فيه الأسر المواد الاستهلاكية وتبيع الشركات فيه أيضا بضاعاتها، ويشمل السوق المتاجر والإنترنت وأي مكان آخر يتم فيه تبادل السلع والخدمات الاستهلاكية. السوق الثاني هو the market of production factors. In economics, a factor market is a market where factors of production are bought and sold. So في السوق عوامل الإنتاج هو سوق يتم فيه شراء وبيع هذه عوامل الإنتاج. و factor market allocates factors of production أي أن سوق العوامل هذا يخصص عوامل الإنتاج بما في ذلك land الأرض، labor العمالة، capital رأس المال الذي سوف نستعمله، ومن بعد هذا التوزيع سوف يقوم بتوزيع الدخل على أصحاب الموارد الإنتاجية so it will distribute income to the owners of productive resources. أمثلة من productive resources هي الويج، أمثلة من الإنكامز هي الويجز إذن الأجور، والرانتس التي تمثل الإيجارات. ثم ثالث ماركت، ثالث سوق هو the market of money سوق المال أو سوق المالية. The money market is a component of the economy which provides short-term funds. أي أن المال هو أحد مكونات الاقتصاد الذي يوفر الأموال على أجل قصيرة المدى، ويتعامل سوق المال في قروض قصيرة المدى أيضا. So the money market deals in short-term loans generally for a period of a year or less. نقصد بقصير المدى هو ما يكون مدته عام أو أقل، إذن هذاك يسمى short term. إذن سوق المال سوف يعنى بكل ما هو معاملات مادية مالية في ظرف قصير المدى يكون على أقصى تقدير عام. إذن لدينا هنا تجسيد للمختلف الأسواق في أي إيكونومي، في أي اقتصاد، والفاعلين الذين يتدخلون على مستوى كل سوق من هذه الأسواق. So here we have the market of goods and services وهو سوق البضائع والخدمات. هنا لدينا market of production factors أي سوق عوامل الإنتاج، وفي الوسط لدينا the market of money وهو سوق المال. وكما ترون هنا لدينا أكبر اثنين فاعلين اقتصاديين هامين الذي يستوجب وجود الواحد منهم وجوب الآخر. الأول هم the householders وهم يمثلون الأسر، والثانيين هما the firms وهم الشركات المنتجة المصنعة. وسوف تكون العلاقة بين هذين الطرفين تصير عن طريق the market of money، أي تكون عن طريق شراء وبيع البضائع أو الخدمات بمقابل مادي. إذن علاقة الهاوسهولدز بالماركت أوف جودز أند سيرفيسز واضحة، لأن الهاوسهولدز وظيفتهم الأساسية سوف تكون الاستهلاك. استهلاك ماذا؟
استهلاك الـ goods and services. So households will purchase goods and services here. And بالنسبة للفيرمز التي هي تمثل الشركات المصنعة, أيضا لديها علاقة بالماركت of goods and services, في تبينوا وتتمثلوا في أنها هي من ستزود السوق بهذه البضائع وهذه الخدمات. بالنسبة للماركت of production factors, أيضا له علاقة direct relation between households من شراء ومن جهة والفيرمز من جهة أخرى. بالنسبة لعلاقة الهاوسهولدز بالماركت of production factors, يجب أن لا ننسى أن الهاوسهولدز هم من يزودون السوق والاقتصاد بالقوة قوة العمل. So هنا يزود الهاوسهولدز the market with work, land and capital. وبالنسبة للفيرمز, علاقتها بالماركت of production factors هي أنه أنها هذه الشركات المصنعة سوف تأخذ الانبوتس التي هي المواد الأولية, وعبر process of production عملية الانتاج والتحويل سوف تخرجها في شكل goods and services التي سوف تمثل the outputs التي سوف تباع في هذا السوق, سوق goods and services. So كما ترون كل العمليات هنا تدور بين الهاوسهولدز والفيرمز في كل من الأسواق الثلاثة: market of goods and services, market of money and market of production factors. وهي علاقات مباشرة direct, ويوجد أيضا علاقات غير مباشرة. المهم أن مجموعة هذه العلاقات بالتشارك وبتواجدها في نفس الوقت وإلا في أزمنة متعاقبة في الأسواق الاقتصادية سوف تشكل لنا الحركية الاقتصادية في كل مجتمع. وسوف نعود بأكثر ديتيلز على كل واحدة من هذه العمليات في لاحقا فيما سوف يبقى من هذا المقرر إن شاء الله. الآن إلى عنصر هام جدا الذي تمثلوا في القانون الذي يسود هذا البركة الإيكونومي, وهو اقتصاد السوق الحر. وهنا نتحدث حقيقة وفعليا على زوز قوانين, قانونين اثنين, وهو the law of supply, وهو قانون الطلب والعرض, و the law of demand, وهو قانون الطلب. So the law of supply and demand is a theory that explains the interaction between the sellers of a resource and the buyers for that resource. إذن هذا القانون هو نظرية تشرح التفاعل بين بائعي الريسورس المورد والمشترين لهذا المورد, وتحدد النظرية العلاقة بين سعر سلعة أو منتج معين واستعداد الناس إما لشرائه أو لبيعه. كذلك نجد أنه وبصفة عامة سوف نجد أنه مع ارتفاع الأسعار يكون الناس على استعداد لتقديم المزيد وطلب أقل, والعكس صحيح, عندما ينخفض السعر سوف تستند النظرية إلى قانونين منفصلين وهما قانون الطلب وقانون العرض. So generally, as price increases, people are willing to supply more and demand less. يعني في حال أن الثمن سوف يرتفع سوف تطلب الناس أقل من تلك كمية من ذلك المنتج, and vice versa when the price falls. والعكس بالعكس عندما سوف نشهد انخفاض في السعر. So the two laws هما the law of demand, هو قانون العرض, و the law of supply وهو قانون الطلب. So the two laws interact to determine the actual market price the volume of goods on a market. إذن هذوما القانونين الاثنين سوف يتفاعلان لتحديد سوق السعر الفعلي, the actual market price, وحجم البضائع في السوق, the volume of goods on a market.
ننهي إذن هذه المرحلة الأولى، وهي مرحلة أذكر أنها تخص the elementary notions، أي المعرفات والمفاهيم الأساسية التي علينا معرفتها قبل أن نخوض في الـ demand and supply. وهذا العنصر الأخير يخص the movements and the shifts، أي التحركات أو الحركات مقابل التحولات. And for economics, the movements and shifts in relation to the supply and demand curves represent very different market phenomena. هذا بالنسبة للاقتصاديين، الموفمنت التحركات والشيفتس اللي هي التحولات سوف تخص العرض والطلب، وهما ظاهرتين مختلفتين تماما في السوق، وتشير كل واحدة منهما إلى فينومينا، إلى حالة خاصة. وبالنسبة للموفمنت، الموفمنت refers to a change along a curve. إذن هذه الحركة تشير إلى تغير على طول منحنى الطلب، وتشير إلى تغير في كل من السعر والكمية المطلوبة من نقطة إلى أخرى على المنحنى. إذن تشير هذه الحركة إلى علاقة الطلب، إلى أن علاقة الطلب تظل ثابتة، ويحدث ذلك عندما يكون التغيير في الكمية المطلوبة ناتجا فقط عن تغيير في السعر، والعكس صحيح. So movement refers to a change along a curve. الكيرف هي المنحنى الذي نضعه لهذه عملية الديماند. So on the demand curve, a movement denotes a change in both price and quantity demanded from one point to another on the curve, and the movement implies that the demand relationship remains consistent. It occurs when a change in the quantity demanded is caused only by a change in price and vice versa. إذن بالنسبة للشيفت in a demand or supply curve occurs when a goods quantity demanded or supplied changes even though the price remains the same. إذن هذه العملية التحولية في منحنى العرض أو الطلب تصير عندما تتغير كمية السلعة المطلوبة أو المعروضة، على الرغم من أن السعر لا يزال كما هو. الآن إلى the main element في lecture تبع اليوم، وهو عنصر the demand، أي الطلب. وسوف نحاول فهم ماهية هذا الطلب this demand باستعمال العديد من العناصر التي سوف نحاول رؤيتها. وسنبدأ بمحاولة فهم the individual demand، أي الطلب الفردي، ثم سوف نعرج على محددات الطلب the determinants of demand، ثم قانون الطلب the law of demand، ثم جدول الطلب وهو the demand schedule، والخامسا سوف نحاول التعرف على the demand curve، أي المنحنى الطلب، وننهي بال movements and shifts in a demand curve، أي الحركات والتحولات في منحنى الطلب. إذن سوف نبدأ بالعنصر الأول وهو individual demand، ما هو هذا الطلب الفردي. إذن يجب أن نعرف أن demand exists only if someone is both willing and able to pay for a good. لنستطيع التحدث على طلب إلا إذا كان الشخص مستعدا أولا وقادرا ثم على دفع ثمن السلعة، وما يتم تحديد المبلغ الذي يرغب شخص ما في دفع مقابل شيء ما من خلال دخله أيضا له علاقة بهذه الديماند، بهذا الطلبية. So how much someone is willing to pay for something is determined by his or her income and the opportunity cost التي رأيناها في lecture 1. And the opportunity cost is the most desired goods or services foregone in order to obtain something else. وأذكر بأن opportunity cost هذا تكلفة الفرصة البديلة هي مجموع السلع أو الخدمات التي يتم التخلي عنها للحصول على شيء آخر. إذن
determinants of demand، هذه الطلبية وهذا الطلب، سوف يكون محدد بالعديد من العناصر، منها إذن the price of the product، منها دخل الشاري the income، منها the prices or costs of services أي ثمن وتكلفة الخدمات، ومنها the tastes or preferences of consumers أي أذواق الشارين، وأيضا the expectations أي ما ننتظره من خلال شراء ولا اقتناء البرودكت المعين هذا. So the function of demand هذه الطلب individual demand is a function of سوف يكون رهين لعدة عناصر منها PX التي هي the price of goods or services I the income of consumers PR the prices of related goods and services E the future expectation of product and T the taste patterns of consumers tea. So هذه الطلب demand of commodity لهذه السلعة X اللي هي سوف نشير إليها ب DX سوف تكون a function of the price of a good and services PX وهو سعر السلعة في حد ذاتها X سوف تكون رهينة أيضا لل incomes of consumers أي لدخل المستهلكين سوف تكون أيضا function of ثمن السلع الأخرى ذات السلع وستكون كذلك رهينة وإلا function ل the future expectation of product أن ننتظره من استعمالنا من خلال استعمالنا للسلعة X وأخيرا سوف يكون function of taste patterns of consumers أي سوف يكون مربوط بأذواق وال preferences of consumers. نصل الآن إلى answer the law of demand قانون الطلب وكما ذكرنا سابقا فإن هذا القانون هو عبارة عن نظرية تشرح التفاعل الموجود بين بيئي المورد the sellers of resource والمشترين لهذا المورد the buyers of these resources and the quantity of a good demanded in a given time period increases as its price follows ceteris paribus. إذن بالنسبة للقانون فإنه ينص على أنه عندما ترتفع الأسعار أسعار المنتج سوف يطلب المشترون كمية أقل من هذا المنتج من هذه السلعة ceteris paribus. ما هو ceteris paribus؟ هذه نقطة أهمة جدا يجب علينا ذكرها والاهتمام بهذا الجانب. إذا ceteris paribus هي تسمية أصلها اللاتيني وفي الأصل هي كاملة ceteris paribus sic substantibus وهذه الكلمة تعبر أنا نستطيع أن أعبر عليها باللغة الإنجليزية باختصار all other things being equal أي مع احترام أن كل بقية العناصر في الاقتصاد تبقى هي بيدها معناها constant equal لا تتغير ولماذا وما هي أهمية هذه النقطة لذكر ceteris paribus لأن هذا التعبير يستخدم في العلوم على سبيل المثال في مجال الطاقة ولا في الاقتصاد أو في الإحصاء وعندما تستدعي هذه العملية في تفكيرنا فإن ذلك يحول لنا دراسة مع الموحدة للسؤال معناها نريد أن نبحث عن تغير واحد في السؤال دون أن نهتم بباقي التفاصيل والتغيرات إذن يجب أن نتظاهر بأن كامل العناصر الأخرى سوف لن تتغير ودراسة الإصلاح الاقتصادي مع ثبات العوامل الأخرى تجعل من الممكن تحديد التأثير الدقيق والفعلي للإصلاح والتخلص من التغييرات الأخرى في أي سياسة اقتصادية التي كان من الممكن تنفيذها في وقت ما. إذن هذه النقطة نقطة ceteris paribus تخول لنا التركيز على نقطة واحدة على تغيير واحد مثلا سوف نفكر وإلا سنبحث في تأثير تغير الأسعار على القدرة الشرائية باعتبار ceteris paribus باعتبار أن كل بقية العناصر التي تستطيع فعلا التأثير على القدرة
الشرائية سوف لن تتغير. إذن هذا سوف يخول لنا التفكير وتحديد التأثير الدقيق لتغير الأسعار فقط على القدرة الشرائية. إذن So there is an inverse or negative relationship between price and the quantity demanded ceteris paribus, أي أنه هناك علاقة عكسية أو سلبية بين السعر والكمية المطلوبة مع افتراض ثبات باقي المتغيرات كما فسرناها. إذن هذه العلاقة inverse or negative السلبية أو العكسية ماذا تفسر؟ تفسر أنه عندما يرتفع سعر منتوج ما سوف تقل الطلبية عليه. إذا هذا هي the law of demand. ينص هذا القانون على أنه عند ارتفاع أسعار أو سعر منتوج ما سوف يطلب المشترون كمية أقل من تلك السلعة ومن ذلك المنتوج. نصل الآن إلى عنصر الـ Demand Schedule أي جدول الطلب، وهذا الجدول هو a table showing the quantities of a good a consumer is willing and able to buy at alternative prices in a given time period ceteris paribus كالعادة، أي أنه جدول يوضح كميات السلعة التي يرغب المستهلك في شرائها وهو قادر على شرائها أصلا بأسعار بديلة في فترة زمنية معينة، أي أسعار تتغير من فترة إلى فترة مع افتراض ثبات باقي المتغيرات كالعادة. So demand is an expression of buyer intentions of a willingness to buy, not a statement of actual purchases. أي أن الطلب هو تعبير عن نوايا المشتري والرغبة في الشراء وليس بيانا بالمشتريات الفعلية. إذن هذا مثال بسيط على the demand schedule جدول الطلب، وهنا تعطينا العلاقة بين الكميات التي سوف يطلبها المشتري كلما تغير الثمن. إذن هنا سوف تكون لدينا الكميات quantity of x، وهنا سوف يكون عندنا the price of x، ونرى أن لكل سعر كمية سوف تشترى من قبل المشتري. إذن لكل وضعية تمثل سعر معين لدينا كمية معينة مطلوبة من قبل الشاري، وهذا في الأخير مع عندما نجمع كل هذه النقاط سوف ما تحصل على the demand curve. إذن هذا جدول بسيط للطلب the demand schedule. نصل الآن إلى the demand curve، وهي a curve describing the quantities of a good a consumer is willing and able to buy at alternative prices in a given time period ceteris paribus، أي أن هذا المنحنى الطلبي سوف يصف لنا كميات السلعة التي يكون المستهلك على استعداد لشرائها وقادر أصلا على شرائها بأسعار تتغير وتتبدل من فترة زمنية إلى أخرى مع افتراض ثبات باقي المتغيرات كالعادة ceteris paribus، أي أن هذا المنحنى الكيرف سوف لن يشير إلى عملية الشراء الفعلية بل سيشير فقط إلى ما يرغب المستهلكون في شرائه وما هم قادرون على ابتياعه أصلا. إذن هنا هذه الكيرف هذا المنحنى سوف نجد هنا different prices أثمان مختلفة، وهنا سوف نجد different quantities، ولكل تغير في الثمن سوف نجد تغير في الكمية التي قد يرغب المستهلك في اشترائها. وكما تلاحظون سوف تكون علاقة سلبية. ما معنى علاقة سلبية؟ أي كلما ارتفع الثمن هنا سوف تنقص الكمية المراد اشتراؤها من طرف المستهلك. إذن الآن سوف نحاول فهم الاستعمالات المتعددة للـ Demand Curves. So these curves show how much consumers will spend at different prices. إذن سوف تعطينا فكرة عن مقدار ما سينفقه المستهلكون بأسعار مختلفة، معنى كلما اختلفت الأسعار. They predict the amount to produce at a given price. سوف تحاول أن نتوقع كمية الإنتاج بسعر معين، و سوف تساعدنا على تحديد السعر الذي سينتج عنه مستويات الإنتاج المطلوبة. So determine the price that will result in desired output levels.
نصل الآن إلى آخر عنصر وهو يخص the movements and shifts in demand، أي مختلف الحركات والتحولات في الطلب. So movements along a demand curve are response to price changes for that good. So التحركات التي سوف تعبر عليها the curve المنحنى سوف تعطينا فكرة على استجابة الكمية المشترات لتغير الأسعار، معناها تعطينا فكرة على كيفية تغير هذه الكمية المطلوبة كلما تغير السعر، ونذكر أنها سوف تكون علاقة عكسية أو سلبية نرد بها أنه كلما ارتفع السعر هنا كما ترون كلما ارتفع السعر كلما قلت الكمية المطلوبة، وبالعكس كلما قل السعر كلما كبرت الكمية المطلوبة. في المقابل shifts of the demand curve occur only when the determinants of demand change. في المقابل التحولات اللي سوف تشهدها هذا المنحنى this curve بالنسبة للشيفتس سوف تحدث تحولات فقط عندما تتغير محددات الطلب، أي عندما the determinants of demand change وقتها سوف نشهد الشيفت والتي سوف تكون اتجاهاته يا إما على اليمين أو على اليسار دالة على تغير واحد من demand change. So the movement is here only مع تغير the price، و shift يصير يحدث عندما يصير هناك change في واحد من determinants of demand، واحد من محددات الطلب. Even the demand schedule and curve remain unchanged only so long as the underlying determinants of demand remain constant. أي أن هذا الجدول schedule and curve demand ومنحنى الطلب سوف يظلان دون تغيير طالما لم تحدث تغيرات في المحددات الأساسية للطلب the determinant of demand. So changes in any of the determinants of demand will cause the demand curve to shift. أو معنى أول ما تصير تغيرات في واحد من محددات الطلب وقتها سوف تؤدي إلى تغيرات في منحنى الطلب. And the quantity demanded at any or every given price changes. الكمية المطلوبة في أي وإلا في كل تغيرات سعرية معينة، ويتحول إذن منحنى الطلب دائما إلى اليمين أو اليسار فقط. The demand curve always shifts only to the right or to the left. إذن العوامل التي تؤثر على تغير الـ demand curve factors that shift the demand curve. What are some factors that may cause the demand curve to shift؟ هي هذه العوامل هي بالأساس the income المدخول، the wealth معناها القدرة الشرائية بالنسبة للمستهلك، prices of related goods معناها الأسعار للمواد التي ترجع إليها بالنظر، population changes التغيرات في السكان، expected changes in prices التغيرات المنتظرة في الأسعار، وأخيرا tastes and preferences وهي الميولات والأذواق التي ستكون مختلفة من consumer إلى consumer آخر. إذن بعدما كنا تعرفنا على العنصر الأول وهو the demand سوف نصل إلى العنصر الثاني الذي لا يقل أهمية طبعا على the demand وهو the supply العرض. إذن سوف نفس التمشي الذي تمشيناه بالنسبة لل demand، في العنصر الأول سوف نتعرف على individual supply العرض الفردي، determinants of supply محددات هذا العرض، قانون العرض the law of supply، supply جدول العرض، منحنى العرض supply curve، و movements and shifts in supply وهي الحركات والتحولات في العرض.
إذن سوف نبدأ بالعنصر الأول وهو the individual supply أي العرض الفردي. So supply is defined as the quantity of a specific good or service that producers are willing to provide over a given period of time. أي أن هذا العرض هو عبارة على كمية سلعة أو خدمة معينة يرغب المنتجون في تقديمها خلال فترة زمنية معينة. وهذا العرض الفردي this individual supply describes the willingness of an individual firm to provide a specific quantity of a good or service to the market over a given period of time. أي أن هذا العرض الفردي هو سوف يعبر على رغبة شركة فردية في تقديم كمية محددة من سلعة أو من خدمة إلى السوق خلال فترة زمنية معينة. إذا نحاول التعرف على some determinants of supply، نحاول التعرف على بعض أهم محددات هذا العرض. أول determinant هو التكنولوجي، عامل التقنية اللي هو هام جدا. ثاني عامل factor or resource costs أي تكاليف العوامل أو الموارد. Other goods أيضا يمثلون determinant for this supply أي وجود سلع أخرى في على الماركت في السوق سوف يكون عامل من عوامل تغير هذا العرض لدينا. taxes and subsidies أي الضرائب والإعانات أيضا تمثل determinant. expectations التوقعات و number of sellers أيضا سوف يمثل عنصر هام في تحديد this supply. نصل الآن إلى the function of this individual supply التي سوف نرمز إليها ب S X، حيث S هي the supply أي العرض و X هو the commodity المنتج الذي سوف نريد اشتراءه. So P X is the price of commodity X، P I the price of inputs، T technology، W weather conditions، and G P government policy. So الفانكشن تبع السبلاي this individual supply will be Sx function of Px of Pi of T of W and of Gp. ولكن بصورة مبسطة سوف لن نضطر إلى استعمال كل هذه الديترمينانتس، وسوف نرى لاحقا في التطبيقات أن Sx راح تكون function of Px فقط. نصل الآن إلى the law of supply قانون العرض. بالنسبة لهذا القانون the quantity of a good supplied in a given time period increases as its price increases ceteris paribus كالعادة. إذن حسب هذا القانون تزداد كمية السلعة المعروضة في فترة زمنية معينة مع زيادة سعرها ومع افتراض ثبات باقي المتغيرات. لا ننسى أننا عندما نتحدث عن السبلاي فإننا نضع نفسنا في محل الشركة المصنعة. إذن بالنسبة للشركة المصنعة حاجة أكيدة أنه سوف ستبحث على أن البروفيت متاعها يزداد، وهذا البروفيت سيزداد بازدياد الكمية المعروضة. إذن حسب the law of supply تزداد كمية السلعة المعروضة في فترة زمنية معينة مع زيادة سعرها مع افتراض ثبات باقي المتغيرات كالعادة ceteris paribus. There is a direct or positive relationship between price and the quantity supplied ceteris paribus أي أنه هناك علاقة مباشرة أو موجبة بين السعر والكمية المعروضة مع افتراض ثبات باقي المتغيرات كالعادة. أي أنه بالنسبة لهذه الشركة المصنعة كلما زاد الثمن سوف تزيد السلعة المعروضة للبيع، وهذا كله لهدف to maximize the profit الذي تسعى إليه. الآن نصل إلى the supply schedule أي جدول العرض، وهذا الجدول هو مخطط يوضح مقدار المنتج الذي يجب على الصانع أو المنتج إنتاجه لتلبية طلب المستهلك بسعر محدد بناء على منحنى العرض to the supply curve. So supply schedule is a chart that shows how much product a supplier will have to produce to meet consumer demand at a specified price based on the supply curve. And in other words, it's basically a supply graph
in a spreadsheet form listing the quantity that needs to be produced at each product price level, أي أنه سيكون في الأساس عبارة على رسم بياني مثل هذا للإمداد في نموذج جدول بيانات يسرد الكمية التي يجب إنتاجها على مستوى سعر كل منتج، معناها بالنسبة لكل سعر منتج كم ستكون الكمية التي يجب على the firm على المنتج تصنيعها لكي يلبي رغبات واحتياجات و demand of the consumer. إذن كما رأينا بالنسبة للديماند كانت لدينا ديماند كورف، بالنسبة للسبلاي أيضا سوف تكون لدينا سبلاي كورف أي هو منحنى العرض. And this supply curve is a graphic representation of the correlation between the cost of a good or service here and the quantity supplied for a given period. So in a typical illustration the price will appear on the left vertical axis أي هنا في الأكس هذا سوف نضع الثمن وفي الأكس الأفقي هنا سوف نضع الكميات المختلفة. إذن هو تمثيل رسومي للعلاقة بين تكلفة السلعة أو الخدمة من جهة والكمية المعروضة لفترة معينة. نصل الآن إلى العنصر قبل الأخير وهو مختص في the market demand and supply، وسوف ننظر في المرحلة الأولى إلى الماركت ديماند وهو طلب السوق والماركت سبلاي وهو عرض السوق. وكما تدل هذه التسمية فإن الماركت ديماند والماركت سبلاي سوف تمثل طلب وعرض السوق الجملي وهي طلب جملي وعرض جملي للمنتوجات. إذن سوف نبدأ بالماركت ديماند and the total quantities of a good of service people are willing and able to buy at alternative prices in a given time period. أي أن هذا الماركت ديماند سوف يمثل إجمالي السلعة أو الخدمة التي يرغب الأشخاص في شرائها بأسعار بديلة وهم قادرين عليها وعلى اشترائها في فترة زمنية معينة. So this market demand will be the sum of individual demands. إذن سوف تكون هذا الطلب طلب السوق سوف يكون مجموع المطالب الفردية بالنسبة لنفس المنتوج. And market demand is determined by the number of potential buyers and their respective tastes, incomes, other goods and expectations. وبالنسبة لطلب السوق الإجمالي سوف يتم تحديده من خلال عدد المشترين الممكنين وأذواقهم المختلفة ودخلهم وسلع أخرى وتوقعات هذم المشترين. إذن هذا الديماند ماركت ديماند طلب السوق سوف يكون ممثل ب function of global demand or market demand، وهذه الفانكشن سوف تكون منوطة بالعديد من determinants منها the price of a given commodity أي سعر السلعة المعينة التي سوف ندرسها، PR prices of related goods أي أسعار السلع ذات السلع، Y income of the consumers، PO size and composition of population، S season and weather، D distribution of income. So our function of market demand dx is a function of px pr y t f p pg s and d. إذن هذه هي تمثيلية الفانكشن اوف ديماند على النطاق الماركت على النطاق الكبير. So this market demand will be represented by a curve that is a picture of the total quantities demanded by all consumers within a market at different prices. أي أن هذه الكمية المطلوبة في السوق والتي ستكون جملية سوف نعبر عليها بمنحنى a curve، وهي صورة للكميات الإجمالية التي يطلبها جميع المستهلكين داخل السوق بأسعار مختلفة. أي أن this market demand will be the sum of the individual demands. إذن هذا يعني أنه مع اختلاف
السعر في كل مرة سوف يكون لنا اختلاف في الكميات. نفس الشغل الذي اشتغلنا عليه في الانديفيدوال ديماند سوف نشتغل عليه بالماركت ديماند. الفرق الوحيد هو أنه في الماركت ديماند we will have the sum of the individual demands, so we will have the sum of the quantities. في الانديفيدوال نشتغل ب كوانتيتي واحدة باي كونسيومر، وهنا سوف نشتغل بإجمالي الكوانتيتيز بالنسبة لكل الكونسيومرز. إذا بالنسبة للشيفت ان ديماند، الشيفت ان ديماند كيرف از وين ا ديترمينانت اوف ديماند اذر ذان برايس تشينجز، وهو ما قلناه سابقا، اي ان هذا التحول في منحنى سوف يحصل عندما يكون هناك عامل محدد للطلب بخلاف السعر سوف يتغير. وهذا الشيء هذا الشيفت كما رايناه سوف يكون يا اما شيفت تحول لليمين او سيكون لليسار مع اختلاف الأسعار مثل ما سوف نراه في التطبيق. So هذا الشيفت متى سيحدث؟ It occurs when demand for goods and services changes even though the price didn't. وهذا التحول سوف يصير عندما يتغير الطلب على السلع والخدمات على الرغم من أن السعر سوف لن يتغير. إذن هنا it's guided by the law of demand which says people will buy fewer units as the price increases. وهذا التحول سوف يكون مقاد بقانون الطلب the law of demand الذي ينص على أن الناس سيشترون وحدات أقل مع ارتفاع السعر. إذن كما نرى هنا this market demand نفس الحالة ونفس الشيء بالنسبة للindividual demand سوف تكون متأثرة بعوامل factors. So factors that shift demand curves وهي عوامل سوف تسبب في تحول الكيرف تبع الماركت ديماند، وهذه العوامل هي أساسا الانكام وهو دخل consumers, tastes and preferences أي ذوق واختيارات الكونسيومر المستهلك، prices of relative goods وهي أسعار المنتوجات الأخرى، والexpectations أي الانتظارات التي لدى المستهلك بالنسبة للمنتوج هذا. وكما قلنا the shift can be at the left وإلا at the right، معناه نستطيع الشيفت أن نجده لليمين أو لليسار على حسب أن الثمن سوف يرتفع أو أنه سوف ينقص. إذن نفس الشيء سوف يكون لدينا بالنسبة للماركت سبلاي أي عرض السوق، وفي هذا العرض سوف نجد أن supply interacts with demand to determine the price that will be charged، أي أنه هناك تفاعل العرض مع الطلب لتحديد السعر الذي سيتم تحصيله. So market supply is an expression of sellers' intentions أنه سوف يكون هذا عرض السوق تعبير عن نوايا البائع وعن قدرتهم ورغبتهم في البيع، ولن يكون إذن بيانا بالمبيعات الفعلية. And the total quantities of a good or service that sellers are willing and able to sell at alternative prices in a given time period ceteris paribus، أي أنه سيمثل هذا الماركت سبلاي إجمالي كمية السلعة أو الخدمة التي يرغب البائعون في بيعها بأسعار بديلة، ويكونون قادرين على بيعها في فترة زمنية معينة طبعا مع افتراض ثبات باقي المتغيرات كالعادة. So the market supply curves التي أذكر سوف تكون إجمالي the individual supply في الوضعية التي سوف ندرسها. إذن سوف تتخذ these market supply curves أشكال متعددة حسب تنوع وتغير الوضعية التي سوف نمر بها، وأذكر بأنها سوف تعطينا تمثيلية للوضع عندما يختلف الثمن كيف ستختلف الكميات الجملية التي سوف تكون معروضة على الماركت في السوق. إذن كما رأينا سابقا the shift in supply منحنيات عرض السوق سوف تكون لليمين أو لليسار على حسب التغير الذي سيحصل في البرايس في الثمن. وإذا كان الثمن سوف
سوف يزداد، إذن the quantity سوف تزداد. أذكر أن هنا إحنا في الـ supply، أي أننا نقع من ناحية الـ producer، وفي الحالة العكسية إذا الثمن نقص فإن الـ quantity سوف تنقص. So here we have all the factors for increase and decrease of the quantities. وكما سبق ورأينا for the individual supply, so there are factors that shift supply curves, أي أن هناك عوامل تغير منحنيات العرض، ومن بين هذه العوامل the change in the number of sellers, تغير في عدد البائعين, productivity changes, تغيرات في الإنتاجية, improvement in technology, تغيرات وتطورات في التقنية, cost of inputs, resources, land, labor, capital, equipment, etc. So تغيرات الثمن, inputs, expectation أيضا, expectations about the future change, وهي ما ننتظره وما نتوقعه في المضارع معناها فيما يأتي بالنسبة للتغيرات. Regulations, change in regulations can increase or reduce costs, and subsidies and taxes, وهي كل التاكسز التي سوف ندفعها والجبايات للدولة والتي سوف يكون لها تأثير دايركت على هذا السبلاي كيرف. إذا نمر الآن إلى العنصر قبل الأخير وهو يخص the movements and shifts along supply and demand curves، وسوف نتعرض إلى the movements along curves ثم the shifts along curves، أي أيضا أي التحركات والتحولات على طول المنحنيات. إذا نبدأ بالعنصر الأول وهو يخص the movements and shifts along curves. بالنسبة للموفمنتس قلنا أن movement along the supply curve means that the supply relationship remains consistent، أي أن الحركة على طول منحنى العرض سوف تدل على أن علاقة العرض تظل ثابتة. Therefore, a movement along the supply curve will occur when the price of the good changes and the quantity supplied changes in accordance to the original supply relationship. أي أنه ستحدث حركة على طول منحنى العرض عندما يتغير سعر السلعة وتتغير الكمية المعروضة وفقا لعلاقة العرض الأصلية. So, in other words, تحدث الحركة عندما يكون التغيير في الكمية المعروضة ناتجا فقط عن تغيير في السعر والعكس صحيح. إذا بالنسبة للشيفت لونج كيرفز وهو التحولات على طول المنحنيات، كما سبق وأن ذكرنا shift in a demand or supply curve occurs when a goods quantity demanded or supplied changes even though the price remains the same، أي أن هذه التحول في منحنى العرض أو الطلب سيحدث عندما تتغير كمية السلعة المطلوبة أو المعروضة على الرغم من أن السعر لا يزال كما هو ولم يتغير. So shifts in the demand curve imply that the original demand relationship has changed, meaning that quantity demanded is affected by a factor other than price. أي أن هذه التحولات تشير في منحنى الطلب ستشير إلى أن علاقة الطلب الأصلية قد تغيرت، مما يعني أن الطلب على الكمية يتأثر بعامل آخر غير السعر. إذا بالنسبة للشيفت in supply، التحول في العرض هو refers to a shift either to the left or right in the entire price quantity relationship that defines a supply curve، أي أن هذا التغيير في العرض في منحنى العرض سوف يحدث إلى اليسار أو إلى اليمين في علاقة السعر بالكمية الكاملة التي تحدد منحنى العرض. وبشكل أساسي هذا التغيير في العرض هو زيادة أو نقصان في الكمية المعروضة المقترنة بسعر عرض أعلى أو أقل. معناها هذا شيفت، هذا التحول في الكيرف التي سوف
سوف تحدث لنا سوف تكون النتيجة عن تغيير السعر للأعلى أو للأعلى أو إلى أقل، وذلك سوف يؤثر دايركتلي على الكمية المعروضة التي سوف نلاحظ تغيراتها هي أيضا إلى الأعلى أو إلى الأسفل. إذن factors that shift supply curves سوف تكون هي نفسها العوامل التي تؤثر على الindividual supply. So these factors that shift supply curves left or in وهذه العوامل التي تؤثر بهذا الكيرف نحو اليسار هو a decrease in producers أي نقصان في عدد المصنعين، a decrease in technology نقصان في التكنولوجيا أيضا، an increase in input cost بالعكس سوف نشهد ارتفاع لثمن المواد الأولية وارتفاع in the price of related output وهي الارتفاع في ثمن السلع الأخرى. So بالنسبة للفاكتورز that shift supply curves right or out العوامل التي سوف تسبب تحول في الكيرف نحو اليمين هي an increase in producers معناها بالضبط العكس الفاكتورز التي ما زلنا تواكي شفناها، an increase in producers معناها ارتفاع في عدد المزودين المصنعين، an increase in technology زيادة في التكنولوجي، a decrease in input كوست معناها الثمن المواد الأولية سوف يشهد تقليص و decrease in the price of related output كيف نفس الطريقة. إذن هكذا سوف يكون شكل الشيفت الذي سوف يحدث لنا في السبلاي كيرف، سوف يكون تحول نحو اليمين في حالة لدينا increase in supply، وإلا سوف يكون تحول نحو اليسار في حال عنا reduction in supply. وهنا كالعادة كما قلنا we will have price per unit وهنا سوف يكون quantity per period والتي سوف تكون الكمية الجملية على السوق، وسوف نرجع على هذه الأمثلة بأكثر تدقيق بالطبع مع التمارين التي سوف نقوم بها إن شاء الله. إذن بالنسبة للديماند نفس اللي شفناه في الشيفت إن إنديفيدوال ديماند سوف نجدها في الشيفت إن ماركت ديماند. So shift in demand means that at any price and at every price the quantity demanded will be different than it was before. أي أنه هذا التحول سوف يعني في الطلب سوف يعني أنه بأي سعر وبكل سعر ممكن سوف تكون الكمية المطلوبة مختلفة عما كانت عليه من قبل. وفي ما يلي مثال على تحول في الطلب بسبب زيادة الدخل سوف يسبب لنا إذا زيادة الدخل تحول shift in the curve demand curve بهذا الشكل. سوف نجد لهنا على اليمين shift في حال لدينا an increase in demand معناها تطور في الطلب، وهنا بالعكس على اليسار سوف يحدث لنا shift عندما تكون لدينا reduction in demand معناها عنا طلب ناقص. So هذه الزيادة أو هذا النقصان في الطلب سوف يسبب لنا shift in the demand curve لليمين أو لليسار، وهذا طبعا سوف يكون طبقا لزيادة أو نقصان the price that we have here. إذن هنا عنا الـ price اللي هو الثمن، وهنا we will have quantity per period والتي سوف تكون دائما in this axis. إذن لدينا هنا تلخيص لأهم الأسباب والعوامل التي سوف تسبب لنا shift in the demand curve والعوامل التي سوف تسبب لنا shift في supply curve. بالنسبة للdemand curve هذه العوامل هي 5 principal factors. أول factor هو changes in the price of related goods or services أي هي أنه هناك تغير في سعر
باقي السلع والخدمات ذات السلع. ثاني عامل هو changes in income، أي هناك تغير في المدخول. الثالث هو changes in taste، تغير في الذوق. الرابع هو changes in expectations، أي تغير في التوقعات. وخامس عامل بالنسبة للdemand curve هي changes in the number of consumers، أي سوف نشهد تغير في عدد المستهلكين. بالنسبة للfactors that shift the supply curve هما أيضا 5 principal factors. الفاكتور الأول هو changes in input prices، أي تغير في ثمن المواد الأساسية الأولية. والعامل الثاني changes in technology، تغير في التكنولوجي. الثالث changes in the number of producers، أي هناك تغير في عدد المنتجين. الرابع changes in the price of related goods and services، يعني هناك تغير في أسعار المنتوجات ذات السلع. وخامس عامل هو changes in expectations، أي أنه هناك تغيرات في الانتظارات. نصل إذن إلى عنصرنا الأخير وهو عنصر the equilibrium of the market. رأينا فيما سبق إذن حددنا الماركت السوق وتعرفنا على العرض وتعرفنا على الطلب. متى يحصل هذا التوازن، هذا الـ equilibrium؟ يحصل عندما يكون هناك تقاطع بين الـ demand، بين الطلب وبين العرض. مثلا هنا عندنا the demand curve وهنا عندنا the supply curve. نقطة التقاطع بينهما تمثل the equilibrium. So when the supply and demand curves intersect, the market is in equilibrium. This is where the quantity demanded and the quantity supplied are equal. إذن في هذه النقطة سوف يكون لدينا توازن بين الـ quantity demanded، معناها الكميات المطلوبة، والكميات المعروضة. So the corresponding price here، هذا الثمن هو سيمثل the equilibrium price or market clearing price، ما يسمى أيضا بسعر مقاصد السوق. وهذه الكمية سوف تمثل the equilibrium quantity التي تكون معناها هي نفسها الكمية المطلوبة والكمية المعروضة. So for the market equilibrium، في نقطة توازن السوق سوف يكون لدينا في price of equilibrium، وسوف تكون لدينا quantity of equilibrium. هذه quantity كيف نتحصل عليها؟ نتحصل عليها بأننا نضع أن QD الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة. So here we can have the quantity of equilibrium، وهي كمية التوازن. وسوف نعود على هذه المعلومات وهذه النوشنز في التمارين التي سوف نقوم بها في الغرض إن شاء الله. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم الذي كان تتم لما بدأنا رؤيته في الدرس الفرد. وبالنسبة لليوم رأينا العديد من المفاهيم الجديدة والإسنشال للإيكونوميكس، بدءا بذا ماركت إيكونومي. عرفنا ما معنى ماركت وما معنى ماركت إيكونومي وهو اقتصاد السوق، وبدأنا بالكاركتريستكس أوف ماركت إيكونومي بما فيهم the private property, the freedom of choice, system of markets and prices, limited government. وكذلك تعرفنا على مختلف الأسواق التي نجدها في أي اقتصاد، وهي market of goods and services، وهي سوق السلع والخدمات، وماركت اوف برودكشن اوف برودكشن فاكتورز، وهي سوق عوامل الانتاج، وطبعا ماركت اوف ماني، وهي السوق الماليه. وتعرفنا على بصفه عامه على العلاقات التي تجمع ذا هاوس هولدرز الذين سوف يمثلون عمليه الاستهلاك في الاقتصاد من جهه، مع the farmers الذين هم الشركات المنتجة والذين سيمثلون المنتجين في الاقتصاد، في أي اقتصاد. إذن علاقتهم بهذه الأسواق الثلاثة، وما هي العلاقة الدايركت أو اندايركت بين هذه بين هذم الأجنتس والأسواق المختلفة.
تعرضنا أيضا إلى notion of demand and supply، رأينا ما معنى الطلب وما معنى العرض في أي اقتصاد. So for supply, products are offered and seller perspective determined by production costs. Supply increases, demand decreases, upward slope for example. And بالنسبة للطلب رأينا the perspective of the buyer which is determined by preferences. رأينا willingness to buy. رأينا demand increases, supply decreases. رأينا downward slope. وبينهما طبعا the consumer expectations أي انتظارات المستهلك والعلاقة بين the price and quantity. ورأينا كيف نقوم برسم هذه العلاقة. نجد دائما في الأكس هذا سوف نضع the price الثمن، وبالنسبة للأكس هذا سوف نضع فيه الكميات the quantity. إذا مثلا إذا كانت هذه هي the curve of demand وهذه هي the supply curve، سوف تكون في نفس التجسيد سوف نجد the two curves اللتين سوف تتقابلان في نقطة تشكل فيما بعد ما سوف نتعرف إليه وما تعرفنا إليه وما سميناه توازن السوق the equilibrium of market. رأينا إذا أيضا the determinants of demand and supply، تعرفنا إلى هذا الdeterminants بالنسبة للsupply وبالنسبة للdemand بما فيهم مثلا price of product, cost of production, natural conditions, transportation, taxation policies, production techniques, factor prices, price of related goods, industry structure, the income أيضا expectations إلى ما غير ذلك من الديترمينتس التي تؤثر سلبا او ايجابا على السبلاي العرض وعلى الديماند التي هي الطلب. So شخصنا اذا ايضا the factors affecting demand and supply وحاولنا فهم تاثير هذه العوامل these factors على حركتين تستطيع ان تحدث على الكيرف of demand or supply وهي الموفمنت والشيفت وعلاقة كل واحدة منهما بتغير الثمن. وفي هذا المايند مابينج تلخيص كامل وشامل على how markets works factors affecting supply and demand، وهو مايند مابينج هام جدا وأنصحكم بأن تتركوه دائما كمرجع لكم إن شاء الله. وختمنا بالconcept of market equilibrium أي توازن السوق، وهذا توازن نصل إليه عندما تتلاقى the curve of demand with the curve of supply في نقطة معينة. So equilibrium means a state of equality or balance between market demand and market supply and prices where demand and supply are out of balance are called here for example are called points of disequilibrium. So في نقطة الإكليبريوم هذه سوف نجد special price اللي هو the price of equilibrium وثمن التوازن و special quantity اللي هي the quantity of equilibrium. وفي هذه النقطة سوف نجد أن QD الـ demanded quantity سوف تكون متساوية هي والQS اللي هي the quantity of supply مما سيخلق لنا هذا التوازن في السوق. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذه الحصة. أتمنى أن تكون قد عمت الفائدة إن شاء الله رغم دسامة المعطيات التي أعطيناها اليوم. إذن أنصحكم بإعادة مراجعة كل هذه النوشنز وإن شاء الله سوف نحللها ونفسرها أكثر في الحصة المباشرة التي سوف تكون بيننا إن شاء الله. وفي انتظار تلك الحصة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الدكتورة مريم الزركي.